مع روما واليوفي والميلان، انجاز كبير للاعب الكبير. وكان مع جنوا كان ليه مشوار ايضا اكثر من رائع، 35 مباراه وتسع اهداف، وده اول الاهداف، اول الاهداف عملوها، اول الاهداف سجلوها. بص شوف الكرات العرضيه، شوف الكرات العرضيه، شوف قيمه اليوفي في الكرات المؤثره. يا سلام يا سلام يا سلام، الدفء، الدفء في المدرجات، الدفء في الملعب. من يمتلك الحب لا يخشى الشتاء، واليوفي هو الحب كله. نعم هو الحب كله، هو من يمتلك الدفء فلا يخشى الشتاء، وفي عز الشتاء يتقدم بتمريرة ولا أروع وانطلاقة ولا أجمل، وكرة عرضية يسجل من خلالها فريق اليوفي بأقدام بوريلو أول أهداف اللقاء. 1-0 لليوفي، 1-0 بأقدام جرانفيست اللاعب السويسري. تدخل في اللحظات الأخيرة، بدأ فريق جنوا يقرب، وبدأ خط وسط اليوفي يلتصق بخط الظهر، بدأ يترك بعض المساحات. هنا التقدم تاني من جديد، تاني من جديد، تاني على طول، تاني على طول. كوكا خطيرة جدا، ولكن ضربة مرمى، ضربة مرمى، ضربة الهدف التعادل. نعم إنه هدف التعادل، هدف التعادل برضه. هو النجم الكبير، هو بريلو، هو بخبرته، هو بقيمته، هو بكفاءته، بلعبة ولا أجمل، بلعبة ولا أمتع. وفي اللقطة الأخيرة وفي اللحظات الأخيرة، واحد أهم مواليد منطقة الجزاء خرج في الوقت المناسب ولم يكن متسلل أبدا أبدا أبدا. جميلة من كوكا، وضربة راس صعبة على سيد الحراس النجم الكبير بوفون لتكون هدف التعادل لمصلحة جنوا. المدرب ممتاز، لازم ياخد حقه، مفيش كلام.